يفجر التاريخ كان السكن من أولى اهتمامات الإنسان، حيث وفر له الراحة والسكينة ويحميه من مخاطر الطبيعة، فاتخذ منه المغاور والكهوف باش يعيش بداخلها. وتواصلت قصة البحث عن السكن مع الإنسان وتطورت مع تطوره لين أصبحت حق من حقوقه، وين نلقاوها موجودة في الإعلانات والمعاهدات الدولية. وكانت تونس من بين الدول اللي صادقت عليها والتزمت باش تطبقها، إلا أنه السكن أصبح يمثل مشكلة كبيرة للمواطن التونسي في ظل الغلاء الفاحش لتكلفته، ونفس الشيء نلقاه في بقية بلدان العالم. وتعمل الدولة على إيجاد حلول ذوي الدخل المحدود من خلال إزالة المساكن البدائية وتعويضها بأخرى عصرية، إلى جانب تقديم إعانات لتحسين المسكن. وتصل منحة السكن في تونس إلى حوالي 50% من تكلفة المسكن، إلا أن المنح هذه تخضع إلى شروط وقوانين مثل الأمر عدد 534 سنة 2007 والقانون عدد 77 سنة 2004، واللي ينصوا على الشروط اللي تتمتع بمنحة السكن. ويوجد كذلك عدة أطراف تستثمر في السكن مثل البنوك، واللي تقدم قروض للمواطنين بضمان المسكن، وتوصل مدة تقسيط استخلاصها إلى حدود 25 سنة. بالإضافة لذلك فإنه هناك شركات حكومية تستثمر في مجال السكن وتشري قطع أراضي صالحة للبناء وتهيئها بالتنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان والبلديات وتبيعها للمواطن. الشركات هذه عندها فروع في مختلف ولايات الجمهورية، وفما زادة شركات خاصة تقوم بناء المساكن وتبيعهم للمواطنين. وتفيد الإحصائيات أن أسعار السكن ارتفعت في تونس إلى حوالي 4.6% في سنة 2011 مقارنة بسنة 2010، وهذا يعود لارتفاع أسعار مواد البناء وتزايد الطلب على البناء وتراجع العرض بسبب الاعتصامات. كما أن إحصائية 2009 تفيد أن تونس عرفت نجاح كبير في مجال السكن، وذلك من خلال تركيز حوالي 255,407 وحدة سكنية خلال سنة 2002 و2006، كما انخفض عدد المساكن البدائية من 2.7 سنة 1994 إلى 0.8 سنة 2004. بخصوص التجربة المغربية في سياسة السكن، فإن المغرب ما زالت تعاني أزمة كبيرة، حيث أثبت الإحصائيات أنه ما يزيد على 700,000 مغربي يسكنوا في منازل مهددة بالسقوط. وعملت المغرب عبر سياستها إلى إنتاج حوالي 30,000 وحدة سكنية في بداية سنة 2000، وارتفعت إلى 110 وحدة سكنية سنة 2004.